واحد بيقول في العهد القديم أرسل الله يونان النبي لأجل نينوى لأهل نينوى بالعراق لكي ينذرهم وتابوا، فلماذا لم يرسل إلى باقي البلاد الأخرى الأممية إلى آخره؟ هو طبعا في حاجات في الكتاب المقدس بتبقى رموز، وكانت حكاية خلاص أهل نينوى كانت رمز أيضا لقبول الأمم بصفة عامة. يعني تقول لماذا لم يرسل إلى آخرين؟ لا، برضه هو أرسل لناس كتيرة غير كده. يعني مثلا المرأة الكوشية التي أخذها موسى النبي كانت رمز أيضا للأمم، وكانت شخصية إثيوبية. وأيضا ذهب لبعض البلاد زي أرملة صرفة صيدا زي غيره، في بعض الأمميين جم في سلسلة الأنساب. يعني ربنا ما بيتركش حد، ربنا ما بيتركش حد. وفي العهد القديم في أمثلة لناس من بلاد متعددة، لكن مش معقول هيمسك بلد 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 ويبعت له، وإلا كان يبقى الإيمان هينتشر في بلاد العالم كله في العهد القديم، وطبعا ده ما كانش متوفر. الإيمان دخل في العهد الجديد لما ما بقاش في شعب واحد بس بتاع ربنا